اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. وان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن ملك جديد وهو الملك نفر اركارع. والملك نفر اركارع هو الملك الثالث في الاسره الخامسه، ومعنى اسمه هو الجمال هو روح رع. ميزه الاسره الخامسه عن اي اسره ثانيه بان عهدها هو عهد النهايه هياكل الهرميه العظيمه في الدوله القديمه بالتحديد. في عصر الأسرة الخامسة الأهرامات كان شكلها متوحد بشكل كبير على الرغم من انتشار زخرفة الإغاثة المعقدة. بس هرم الملك نفر اركارع انحرف بشكل كبير جدا عن مسار الأسرة الخامسة، واتبنى في الأصل على أساس إنه هرم مدرج. النوع ده من التصميمات اتعرف في مصر بالتحديد بعد نهاية عصر الأسرة الثالثة، وتم بعد كده تنفيذ الهرم في الخطوة الثانية مع تعديلات بتهدف لتحويله لهرم حقيقي. ورغم كل اللي عمله الملك نفر اركارع الا ان هرمه ما قدرش ان هو ينهيه في عهده، واكمل الهرم بعد كده خلفاء الملك. طبعا خلفاء الملك ما اهتموش بهرمه جدا، وانهوا اعمال الهرم ده بمواد بناء ارخص بسبب طبعا الاستعجال اللي كان موجود في مجمع اهرام الملك نفر اركارع. طبعا الهرم افتقر لوجود معبد جنائزي او جسر بيوصل المعبد الجنائزي لمجمع الاهرام او بمعبد العبادة، وبدل ما يكون في معبد جنائزي ومعبد عبادة استبدلها المسؤولين بمستوطنة مبنية جنوب الهرم متكونة من مجموعة بيوت مبنية من الطوب اللبن استخدمها الكهنة في ان هم يمارسوا انشطتهم العبادية، ويقدروا برضو من خلال المستوطنة دي ان هم يحرسوا الهرم. بيأكد على الكلام ده برديات ابو صير اللي تم اكتشافها في تسعينات القرن الماضي. طبعا ما قدرش المسؤولين اللي اكتشفوا برديات ابو صير ان هم يرجعوا البرديات دي لأماكنها في مدينة الهرم، وكان ممكن لو رجعوها لمدينة الهرم انها تتدمر بسبب ان الهرم هيكله مش قوي، ومدينة الهرم برضو مبنية من الطوب اللبن فهيكلها مش قوي وممكن تتهد في اي لحظة. الهرم اصبح في الاصل جزء من مقبرة عائلية اكبر. يوجد بجوار الهرم بعض المعالم الاثرية زي مقبرة الملكة خنت كاوس الثاني. وجود برضو مقابر ابناء الملك وهم نفر افرع ولي وسر رع. تم الانتهاء من مجمع اهرام الملك نفر الرع في عهد ابنه ني وسر رع. ومجمع اهرامات الملك نفر اركارع موجود اعلى مقابر ابو صير بين هضبة الجيزة واثار سقاط. طبعا مدينة ابو صير كانت بتمثل اهمية كبيرة جدا في عصر الاسرة الخامسة، وده بسبب ان الملك اسركاف اول حاكم في عصر الاسرة الخامسة بنى معبد للشمس في ابو صير، وتبعه في حاجة زي دي ابنه او الخليفة ليه الملك ساحورع، وقدر ان هو يبني في ابو صير اول مقبرة بنصب تذكاري جنائزي. وكان الملك نفر اركارع يعتبر تاني ملك يدفن في منطقة ابو صير. بيقترح عالم المصريات الدكتور جارومير كنيجي بعض الفرضيات في امر مجمع اهرام الملك نفر اركارع. والفرضية الاولى بتقول ان الملك نفر اركارع نقى بنفسه عن الملك ساحورع، وعمل خطة ان هو يعمل مقبرة ويعمل فيها بعض النقوش عشان يميزها عن مقبرة الملك ساحورع. دي الفرضية الأولى. الفرضية التانية بتقول ان بسبب الضغوط الجيولوجية اللي موجودة في الارض في منطقة ابو صير بالتحديد، وخصوصا المنحدر اللي موجود من مجمع اهرام الملك ساحورع ومجمع اهرام الملك نفر اركارع، ده اتطلب من الملك نفر اركارع ان هو يحدد مكان تاني بعيد عن المنحدرات عشان ما تسببش الانحدارات دي تشوه وتصدع في اهرام او مجمع اهرام الملك نفر اركارع. والفرضية التالتة معانا بتقول ان الملك نفر اركارع اختار اعلى نقطة موجودة في منطقة ابو صير، واختارها عشان يبني عليها مجمع الاهرام بتاعه عشان يضمن الهيمنة والسيطرة على منطقة ابو صير ومعاها منطقة سقار. الفرضية الرابعة للدكتور جارومير بتقول ان الملك نفر اركارع كان قاصد ان هو يختار المنطقة دي وهي اعلى نقطة في ابو صير عشان يقدر الملك نفر اركارع يعمل تصميم هيكلي ويغير مصر بالكامل ويبني حاجة اسمها مصر الجديدة. وبعض المهندسين اللي كانوا بيستكشفوا منطقة ابو صير قدروا من خلال التصميمات الهندسية وان هم يحطوها على ورق اكتشفوا ان في خط واصل بين مجمع اهرام الملك ساحورع ومجمع اهرام نفر اركارع ومقبرة ابنه نفر افرع. المحور ده او الخط ده بيشبه لحد كبير جدا الخط او المحور اللي
اللي بيوصل بيه الزوايا الجنوبية الشرقية لأهرامات الجيزة وبيربط بينها وبين مجمع الأهرامات الكبير الموجود لأكتر من ملك في منطقة أبو سيف. وكده يا جماعة أكون وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن آثار وأهرام الملك نفر إركارع، وهتلاقوا لينك في فيسبوك وتيك توك والقناة بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.